السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب الصف الرابع الابتدائي. نبدأ مع بعض النهارده الدرس الخاص بالعلاقات في النظام البيئي، واحدة واحدة عشان الدرس ده مهم وفي تفاصيل كتير شوية. أول شيء عندي في علاقات ما بين الكائنات الحية في النظام البيئي. طب إزاي يا أستاذ؟ أنا عندي أول حاجة عندي المنتجات، وما هي المنتجات؟ المنتجات يا شباب هي المخلوقات الحية التي تقوم بصنع غذائها بنفسها، تمام؟ باستخدام طاقة الشمس. يعني ايه؟ زي النبات والاشجار والاعشاب، اي نبات بيقوم بصنع غذائه بنفسه على اليابس بيبقى ده اسمه منتج، يبقى المنتج ده هو اللي بيقوم بصنع غذائه بنفسه. طب وفي البحر او في الانهار او في المحيطات مين ممكن يكون عندي منتج؟ هي الطحالب. يبقى نعرف ان الطحالب دي هي اللي موجوده فين؟ في الايه؟ في البحار والبحيرات والمحيطات. طيب لكن ادي شايفين الصوره عندي اهي، ادي عندي منتجات تصنع غذائها بنفسها باستخدام مين؟ طاقه الشمس. تيجي مين يتغذى عليها؟ المستهلكات. شايفين ادي المستهلك مثلا زي الارانب او البقر او الماشيه او الغزلان تتغذى على هذه النباتات. يبقى المستهلكات تتغذى على المنتجات. طب المستهلك ده لما بيموت مين بقى بيحلل الجسم بتاعه؟ المحللات، هي بتحلل بقايا المخلوقات الحيه واجسامها بعد موتها. يبقى نعرف كده اهميه المحللات من غير ما حتى ما نكمل الشرح لسه. كان انت فهمت ما معنى محلل وما معنى منتج وما معنى مستهلك. يبقى سريعا كده، المستهلك هو ما يقوم بصنع غذائه بنفسه زي النبات، اي غطاء اخضر، نبات واشجار وايه واعشاب. من هي المستهلكات؟ قلنا المستهلكات هي المخلوقات الحية لا تستطيع صنع غذائها بنفسها، بل تعتمد على النبات في صنع غذائها، مثلا زي قلنا أكلات الأعشاب زي البقر والماشية والغزلان. طيب وممكن الثدييات والطيور، طبعا مش شرط بقى دول ياكلوا، مش شرط دول ياكلوا أعشاب أو نبات، ممكن بقى الثدي ده ياكل أعشاب ياكل لحوم، صح كده؟ طيب و تستمد قلنا طاقتها منين؟ من حاجتها من طاقة الشمس. طب يا شباب عندنا أكلات أعشاب قلنا زي الأرانب والقوارض والغزلان، دول بيتغذوا على إيه يا شباب؟ على الأعشاب. والقوارض دي معناها بتتغذى على المنتجات والمستهلكات مع بعض زي الراكون وبعض الطيور والدببة، دي معناها بيتغذى على الاتنين منتج ومستهلك. طب ده أكل نبات أهو، وده الراكون اللي هو القوم من القوارض، وممكن يكون اكل لحوم او مفترس زي اللح اسد والنمر والسمك القرش والقط، تمام؟ طيب وعندي المحللات، قلنا المحللات هي تقوم بتحليل المواد الميته للحصول على الطاقه زي الديدان والبكتيريا والفطريات، دي بتحلل كائن حي مات عشان تحصل على الطاقه. طب تقوم المحللات بعزل المواد النظام البيئي بوصفها مواد غذائيه. يعني ايه يا استاذ الكلام ده؟ كائن حي مات تيجي المحللات تتغذى عليه، فبتؤدي يعني بتتغذى على كائن حي مات بتحلله لمواد اساسيه بترجع للبيئه من تاني، بتخلي التربه خصبه ومواد بيعاد استخدامها مره تانيه، ده سبب المحللات. طبعا قلنا محللات قبل كده زي البكتيريا، تمام، والديدان، دي من المحللات. طب يا استاذ ما هي السلسله الغذائيه؟ هي عباره عن انتقال الطاقه من مخلوق الى اخر، كل مخلوق يحتاج لطاقه ليعيش وينمو، تمام؟ طيب يبقى السلسله الغذائيه هي عباره عن ايه؟ سلسله كده هنشوف دلوقتي من الغذاء بينتقل من خلالها الطاقه من كائن للتاني، تمام؟ والطاقة اللي بتيجي أصلا دي كلها مصدرها الشمس، تمام؟ طب وهنعرف إزاي دلوقتي الكلام ده كله؟ طب مبدئيا كده عشان تبقى عارف، مش أنا عندي المفروض النبات بيكون عامل البناء الضوئي فبياخد على الطاقة من الشمس، يجي المستهلك ياخد على الطاقة دي إزاي؟ بيتغذى على النبات، فيجي بقى أكل اللحم يتغذى على المستهلك اللي أخد الطاقة منين؟ من الشمس. طب عندي سلسلة غذائية على اليابس، تبدأ بمين؟ بالأعشاب والأشجار وغيرها من النباتات. بعد السلسلة الغذائية عليها بس عندي المستهلكات زي السحلية والبومة والصرعون، تمام؟ وعندي المحللات قلنا تقوم بتحليل أجسادها الميتة لمواد أساسية عشان تستعملها المخلوقات الحية من جديد. يعني أهو عندي مثال دلوقتي على اليابس، عندي أعشاب أو شجيرات بيتغذى عليها سواء أي كائن مستهلك زي سحلية أو بومة، تمام؟ ولما الكائن المستهلك ده بيموت، أي كائن من دول مستهلك بيموت، مين بيحلله؟ مين؟ المحللات تحلل أجسامها الميتة للأجزاء الأساسية. طيب عندي بقى السلسلة الغذائية في البركة، تبدأ بمين؟ تبدأ بالطحالب والنباتات الخضراء، أدي تتقي طاقة الشمس خلال عملية البناء الضوئي. يعني برضو أدي عندي الطحالب بتقوم تبدأ بمنتجات تقوم عملية البناء الضوئي، مين بتغذى عليها بقى الطحالب دي؟ ده بقى الذبابات أو الحشرات.
طب بيتغذى على الطحالب، بياخد الطاقة من الطحالب. طيب فالذبابة لما بتيجي تتغذى على الطحالب بتخزن الطاقة دي في جسمها. طب مين بقى بيتغذى على الذباب او الحشرات دي؟ الاسماك. تيجي الاسماك تاخد الطاقة اللي هي طاقة الشمس من منين؟ من الذباب، لان الذباب بياخد طاقة الشمس اصلا منين؟ من الطحالب. طب مين بيتغذى على الاسماك بقى؟ قلنا المالك الحزين للطيور. تمام؟ الثدييات تبدأ بالطحالب والنبات، وبيتغذى الحشرة على الطحالب. طيب مين بيتغذى على الاسماك؟ قلنا قصدي مين بيتغذى على الحشرات؟ قلنا الاسماك. طب مين بيتغذى على الاسماك؟ المالك الحزين. تمام؟ الشبكة الغذائية. ما هي الشبكة الغذائية؟ الشبكة الغذائية هي عبارة عن تداخل السلاسل الغذائية مع بعض. تمام؟ طب ازاي يا أستاذ؟ يعني مثلا زي ما انتم شايفين دلوقتي قدامي، في عندي أسماك مع طيور مع حيوانات تانية مع عوالق في البحر، كلهم حصل بينهم تداخل، ونعرف نفهم أكتر دلوقتي مع بعض. الشبكة الغذائية هي عبارة عن تداخل السلاسل الغذائية مع، تمام؟ طب النظام البيئي، ونبقى فاهمين ان عندي في الشبكه الغذائيه شيء يسمى فريسه ومفترس. ومن هو فريسه ومن هو مفترس؟ المفترس هو الاكل اللحوم الذي يصطاد ليحصل على طعامه. يعني عندي مثلا الحوت او سمك القرش يفترس، هو مفترس ليه؟ انه بيفترس الفريسه. مين الفريسه بتاعته؟ الاسماك والدلافين، كل دول هو بيفترسه، صحيح كده؟ طيب وعندي طائر النورس ده بيفترس مين؟ الاسماك الصغير عشان خاطر ياخد الغذاء بتاعه. بالتالي انا عندي المفترس بيصطاد الفريسه او بيفترس الفريسه. طب من هي الفريسه؟ المخلوق اللي بيتم اصطياده، يعني الاسماك دي هي فريسه للقرش او الحوت. طيب والسمكه دي هي فريسه لمين؟ للحوت والقرش، وممكن تبقى السمكه برضو نفسها فريسه لمين؟ لطائر النورس. وهنا حصل تداخل ما بين السلاسل الغذائيه، ليه؟ لان شايف السمكه بقت فريسه الاثنين لسمكه تانيه والطائر اصلا. ده فاهم قصدي ايه؟ دي سلسله غير السلسله الغذائيه. طب ونعرف ان في شيء يسمى في الشبكه الغذائيه التنافس. وما هو التنافس؟ كلمه التنافس معناها صراع بين المخلوقات الحيه على الطعام والماء والشراب. يعني ايه يا استاذ؟ اديك شايف كل النبات ده عندك دلوقتي، ده نبات صح؟ وعندك ثعلب وعندك ارنب وعندك بقر وماعز وكل الحيوانات الاكلات الاعشاب دي كلها كتير، والعشب موجود. ولو العشب ده بدأ يقل فالتنافس هيزيد، لان هو العشب قليل والحيوانات اللي بتاكل العشب اللي هي المستهلكات كتير، فبيحصل بينهم تنافس على مين؟ على الغذاء. تمام؟ طب ممكن يحصل التنافس ما بين النباتات برضو. ازاي؟ يبقى عندي نباتات كبيره ونباتات صغيره. النبات الكبير بيحجب اشعه الشمس على النبات الصغير، بيتنافس مع النبات الصغير في ايه؟ في الشمس وفي الماء والغذاء. يبقى ممكن يحصل تنافس بين الحيوانات وبعضها على الغذاء، او بين النباتات وبعضها على الغذاء. يعني في تنافس بين النباتات وبعضها البعض، او بين الحيوانات وبعضها البعض. طيب ما هو هرم الطاقه؟ هرم الطاقه هو مخطط بيوضح كميه الطاقه في كل بستان من الشبكه الغذائيه. طبعا اعلى طاقه عندي هي في المنتجات، تمام؟ لان الطاقه بتنتقل بعد كده من مين؟ من المنتج للمستهلك الاول ثم المستهلك الثاني. يعني اعلى كميه في الطاقه عندي هنا في النبات، بيجي كده اكل الاعشاب يتغذى عليها ياخد جزء من الطاقه، ويجي المستهلك التاني اللي هو مفترس يتغذى عليه فياخد جزء اقل من الطاقه، لان الطاقه بتقل كلما صعدنا في هرم الطاقه. تمام؟ هو حيث يمثل كميه الطاقه اللي تنتقل من مخلوق لاخر، والمنتجات تكون في قاعه الهرم ثم تليها المستهلكات. اتفقنا؟ طيب وينقص عدد المخلوقات الحيه كلما صعدنا في الهرم بتاع الطاقه. تمام؟ ليه؟ هو لان في الغالب المنتجات مثلا تبقى كتير، فلازم يكون الغذاء اكتر من الكائن اللي بيتغذى عليه. يعني لازم يكون مثلا عندك 10 افراد كغذاء، اللي بيتغذى عليهم لازم يكونوا اقل، واللي بيتغذى على دول لازم يكون اقل عشان خاطر يبقى في حياه. انت تخيل لو عندي المستهلك الاول اكتر من النبات مش هيبقى في حياه، صح؟ او لو العكس. فدلوقتي عندي المفروض برضو زي ما قلنا الطاقه بتقل كلما صعدنا فين؟ في هرم الطاقه. تمام؟ واعلى اقل كميه من الطاقه بتبقى موجوده فين؟ هنا في المستهلك الثاني في قمه الهرم، واعلى كميه في الطاقه هنا، لان ده اللي بيكون بيعمل البناء الضوئي وهو الاساسي في الحصول على الطاقه. يجي كائن ثاني يتغذى عليه بياخد جزء من الطاقه بتتخزن في جسمه، والجزء الثاني بيفقدها طبعا. فالمستهلك الثاني ما توصل له الطاقه بتبقى قليله جدا.